يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في النسخة التي قرأ منها القارئ قول شيخ الإسلام رحمه الله: قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا، يعني الجهمية، ليس على العرش شيء، ليس على العرش شيء. ونحن في نسختنا التي هي في مجموع الفتاوى، وهم قالوا ليس على شيء، فهل بين العبارتين فرق؟ لا، على العرش شيء، ساقطة، نعم، على العرش ساقطة عندكم، نعم.